السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات برايمري 2، أهلا وسهلا بكم على قناتكم على اليوتيوب The Straight Line in Math. معاكم مستر إسلام، وده خامس فيديو من منهج الترم الثاني. هنشرح خلال الفيديو Lesson 65 from Chapter 1 which is speaking about meaning of a budget. هنبدأ Lesson 65 Meaning of a budget. Budget يعني الميزانية، يعني المبلغ اللي انت تملكه. For example نادر has 30 pounds. نادر معاه كام؟ معاه 30 pounds. يبقى ال 30 pounds دول هما البادجت الخاصة بنادر، هي دي الميزانية الخاصة بمين؟ الخاصة بنادر. نادر كان عايز يشتري 3 items: notebook, coloring pencils, brushes. فهل الميزانية اللي معاه هتسمح بشراء ال 3 items؟ بمعنى هل نادر معاه مبلغ من المال يكفي لشراء ال 3 items؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. What should I do؟ اعمل ايه؟ هنصم البرايسز لل 3 items 10 plus 12 plus 20. يبقى هنا هيبقى عندنا هنا ايه؟ التوتال amounts of these 3 items، اجمالي المبلغ اللي انا محتاجه عشان اشتري الايه؟ ال 3 items. 10 plus 12 plus 20 هنصم ال ones مع ال ones وال tens مع ال tens. 0 plus 2 plus 0 equals 2. 2 plus 1 equals 3 plus 1 equals 4 يبقى equals 42 pounds. يبقى نادر محتاج 42 pounds عشان يقدر يشتري الايه؟ ال 3 items. طب نادر معاه كام؟ نادر معاه 30، هو محتاج 42 is greater than 30. يبقى هنا هيقدر يشتري 3 items مش هيقدر يشتري 3 items. He doesn't have enough money to buy all items. هو محوش مبلغ كافي لشراء الايه؟ كل ال items اللي هم 3 items. طب ايه السبب؟ It's over his budget، اكبر من الميزانية بتاعته. It's over، هو معاه 30 بس ال 30 مش هيكفي لان هو عايز 42. ال 42 دول اكبر من ال 30، يبقى it's over his budget. نادر للاسف مش هيقدر يشتري ال 3 items، محوش مبلغ كافي ان هو يقدر يشتري 3 items. السؤال دلوقتي، هل هو طب يقدر يشتري حاجتين من الثلاث حاجات دول؟ ولو هو يقدر، يا ترى ايه هما الحاجتين اللي هو يقدر يشتريهم؟ Does he can buy notebook and coloring pencils؟ هل هو يقدر يشتري النوتبوك والcoloring pencil؟ Yes or no؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي. يبقى احنا عايزين دلوقتي نحسب تمن النوتبوك مع تمن الايه؟ مع تمن الcoloring pencils. هنصم البرايس الخاص بالنوتبوك والبرايس الخاص بالايه؟ بالcoloring pencils. يبقى 10 plus 12 2 plus 0 equals 2 1 plus 1 equals 2. يبقى نادر محتاج 22 pounds عشان يقدر يشتري النوتبوك والcoloring pencils. هو معاه كام؟ هو معاه 30، هي دي الميزانية الخاصة بيه، هي دي البادجت الخاصة بيه. هو محتاج 22 less than 30، يبقى هو معاه مبلغ أكبر من الايه؟ من ال 22. ال 22 ده it's less than his budget، اقل من الميزانية اللي معاه. الميزانية اللي معاه اكبر من الايه؟ من ال 22. يبقى في الحالة دي هو فعلا يقدر يشتري النوتبوك والcoloring pencil. يبقى does he can buy notebook and coloring pencil؟ Yes he can، هو يستطيع. يبقى هو يقدر يشتري النوتبوك والcoloring pencils. Does he can buy notebook and brushes؟ هل يمكنه شراء النوتبوك والبراشز؟ What should I do؟ نفس الفكرة، هنسمى البرايس الخاص بالنوتبوك plus البرايس الخاص بالبراشز. 10 plus 20 equals 30 or 0 plus 0 equals 0. 2 plus 1 equals 3. 30 pounds. يبقى نادر محتاج 30 باونس عشان يقدر يشتري النوت بوك
والبراشز. طب هو مع كام؟ هو مع 30. Of course 30 equals 30. It's equal to his budget. نفس المبلغ اللي معاه هو نفس المبلغ اللي هو محتاجه علشان يشتري النوتبوك والبراشز. يبقى does he can buy notebook and brushes? Yes he can. ليه؟ لأن هو بالفعل معاه 30 pounds. يبقى هو فعلا يقدر يشتري النوتبوك ويشتري البراشز. Does he can buy brushes and coloring pencils? هل يمكنه شراء الكالرين بنسلز والبراشز؟ نفس الفكرة، يبقى هنصم البرايس الخاص بالكالرين بنسلز بلس البرايس الخاص بالبراشز، يبقى 12 بلس 20. 0 بلس 2 equals 2. 2 بلس 1 equals 32. يبقى equals 32 pounds. يبقى نادر محتاج 32 pounds عشان يقدر يشتري الكالرين بنسلز والبراشز. هو مع كام؟ هو مع 30. هو محتاج 32. 32 is greater than 30. يبقى هو مش هيقدر يشتري الايه؟ الكالرينج بنسلز والبراشز. ليه؟ السبب؟ It's over his budget. اكبر من الميزانية اللي معاه. هي الميزانية اللي معاه كام؟ 30 pounds. هو محتاج 32. Does he can buy brushes and coloring pencils? No he can't. مش هيقدر يشتري البراشز ولا الايه الكالرين بنسل توجذر. اوكي، بعد ما عرفنا وفهمنا معنى المينينج اوف ا بادجت، لو سالتك دلوقتي واتس ذا مينينج اوف ا بادجت، ماذا تعني الميزانيه؟ او لو قلت لك ديفاين ا بادجت، يعني عرف الميزانيه، هتعرفها تقول ايه؟ ا بادجت از ا سبيندنج ليميت، هي حد للانفاق. بمعنى ايه؟ نادر لما كان معاه 30 باونس، ال 30 باونس هما دول كان الايه؟ البادجت، هما كانوا الميزانية الخاصة بنادر، فهو كان ليه حد للإنفاق اللي هو ال 30 باونس، معناها إن هو ما يقدرش يشتري حاجة أكتر من ال 30 باونس، يبقى budget is a spending limit، الميزانية هي حد للإنفاق، or a plan أو خطة. For how much you can spend، خطة أنت بتبدأ تحطها عشان تعرف إزاي هتقدر تنفق المال اللي معاك. نادر لما كان عايز يشتري 3 items لقى ان هو مش هيقدر يشتريهم لان هما ايه؟ اكبر من المبلغ اللي معاه، اكبر من الميزانية الخاصة بيه. فساعتها بدأ يحط خطة يعرف بيها ازاي هينفق المال اللي معاه. انا مش قادر اشتري 3 items لكن ممكن اشتري 2 items، فبدأ يفكر طب ايه هما 2 items اللي انا ممكن اشتريهم. يبقى هو بيعمل ايه دلوقتي؟ بيعمل خطة للانفاق. When you decide to buy items، عندما تقرر شراء مجموعة من الايتيمز، هتعمل ايه؟ Add their prices together، هتجمع اسعارهم سويا يعني مع بعض. To make sure، لتتأكد you don't go over your budget. يبقى to make sure، لتتأكد انك لن تتجاوز، go over يعني يتجاوز، don't يعني هنا بننفي، يعني انك لن تتجاوز your budget. يبقى بتجمع الاسعار للحاجات اللي انت عايز تشتريها علشان تتأكد ان المبلغ اللي معاك هيكفي ان انت تقدر تشتري الايه الحاجات دي. طب لو المبلغ اللي معاك مش هيكفي، تبدأ تحط بقى ايه؟ تبدأ تحط خطة عن طريقها تبدأ تحدد طب انت ممكن تشتري ايه. The first practice, count the money, write the total amount, circle the two you can buy. أول حاجة هنعد الماني، بعد كده هنريت the total amount. بعد ما نعد الماني هنكتب هنا الايه؟ إجمالي المبلغ اللي احنا عديناه. تالت حاجة circle the two you can buy، هتضع دائرة حول اللعبة التي يمكنك شراءها. عندنا هنا في two toys، جيسي and روبكس كيوب. Which of them I can buy؟ أيهم أستطيع شراءها؟ بناءً عن إيه؟ بناءً على إجمالي المبلغ اللي هو موجود معاك، اللي هي الميزانية الخاصة بيه. Okay؟ Let's count. Here we have two different banknotes, 10 and 20. Of
course, 20 is greater than 10. So, we start with 20. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. The total amount of this money is 90 pounds. So, we write here 90 pounds. The price of Jesse is 130 pounds. Oh, 130 pounds is greater than 90 pounds. So it's over my budget. ما اقدرش اشتري جيسي ليه اكبر من الميزانية اللي معايا. طب بالنسبة للروبكس كيوب, the price of روبكس كيوب is 73. I have 90 pounds. 90 pounds is greater than 73. So I can buy the Rubik's Cube, but I can't buy Jesse. So, what should I do? Circle the toy you can buy. So, we draw a circle around the Rubik's Cube. Number two. At first, let's count the money. Okay? 50 pounds, of course, is the greatest banknote. So, we start with it. 50, 60, 70, 80, 90, 95. The total amount of these banknotes is 95. So, we write here 95. Here we have two toys, the basketball and the chess. Which of them I can buy? The price of basketball is 150 pounds. Oh, I have just 95 pounds. 150 pounds is greater than 95. It's over my budget. أكبر من الميزانية الخاصة بي. So I can't buy the basketball. أنا لن أستطيع شراء الباسكتبول. إيه السبب؟ It's over my budget. أكبر من الميزانية الخاصة بي. The price of the cheese is 95 pounds. السعر الخاص بالشطرنج كام؟ 95 pounds. Oh, I have 95 pounds. It's equal my budget. نفس المبلغ اللي معايا. يبقى في الحالة دي I can buy the chess, but I can't buy the basketball. أستطيع شراء الشطرنج, لكن لن أستطيع شراء كرة السلة. What should I do? Circle the toy you can buy. So, we draw a circle around the chess. Number 3. At first, let's count the money. 200 pounds is the greatest banknote. So, we start with it. 200, 300, 400, 450, 500, 500 and 10 pounds. So, right here, 500, 10 pounds. Here we have two toys. Which of them I can buy? أيهم أستطيع شراءها. The price of the bicycle is 515 pounds. Oh, it's over my budget. أكبر من ميزانية الخاصة بي. Why? 515 is greater than 510 pounds. So I can't buy the bicycle. But I can buy the panda. Why? The price of panda is 150 pounds. It's less than my budget. أنا أستطيع شراء الباندا. ليه؟ لأن البرايس الخاص بالباندا أقل من الميزانية اللي معايا. أنا معايا 510 pounds. الباندا سعرها كام؟ 150. يبقى أقدر أشتريها. لكن مش هقدر أشتري الإيه؟ البايسكل. ليه؟ It's over my budget. أكبر من الميزانية الخاصة بي. I have just 510 pounds. So I can buy the panda. So what should I do? Circle the toy you can buy. So we draw a circle around the panda. Okay? The last one in the first practice, number 4. At first, let's count the money. Let's start with 20. 20, 30, 40, 50, 60, 70.
The total amount of this money is 70 pounds. So write here 70 pounds. Here we have two toys, a cute bird and the teddy bear. Which of them I can buy? Of course, I can buy the teddy bear, but I can't buy the cute bird. Why? Because the price of teddy bear is 50 pounds. It's less than my budget, but I can't buy the cute bird. Why? The price of the cute bird is 85. It's over my budget. 85 is greater than 70 pounds. So, which of them I can buy the teddy bear? So, what should I do? Circle the toy you can buy. So, we drew a circle around the teddy bear. Again, إجمالي المبلغ اللي معايا هو 70 pounds. أنهي حاجة في الاتنين دولة في التو تويز دولة أقدر أشتريها؟ التيدي بير ولا البيرد؟ التيدي بير. طب إيه السبب؟ إن التيدي بير السعر الخاص به 50 pounds، أنا معايا 70 pounds، يبقى أكبر من الإيه؟ أكبر من سعر التيدي بير، يبقى التيدي بير أقل من الميزانية اللي معايا، أنا معايا مبلغ أكبر من إيه؟ من سعر التيدي بير، لذلك أنا أقدر أشتريه، لكن بالنسبة للبيرد السعر الخاص بيها كام؟ 85. أنا معايا بس just إيه؟ 70 pounds. الـ 85 أكبر من الـ إيه؟ من الـ 70 pounds. لذلك أنا مش هستطيع شراء الـ إيه؟ الـ acute paired. So I can buy the teddy bear. So we draw a circle around the teddy bear. The second practice. Draw a happy face if you can buy all items and sad face if you can't. Here we have two toys. عندنا هنا لعبتين. جيسي وروبكس كيوب. لو أنا أقدر أشتري اللعبتين دول مع بعض في الحالة دي هرسم إيه؟ هرسم happy face وجه سعيد. طب أنا لو ما قدرتش أشتري اللعبتين دول هرسم في الحالة دي sad face. طب إجمالي المبلغ اللي معايا كام؟ Your budget is 200 pounds. هو ده الميزانية الخاصة بيا. هو ده المبلغ اللي أنا إيه؟ اللي أنا أملكه. طب أنا دلوقتي عايز أعرف سعر جيسي وسعر الإيه؟ الروبكس كيوب مع بعض. يبقى هنعمل إيه؟ هنصمت البرايس للتو تويز. 130 plus 73. 130 pounds plus 73 pounds. يبقى هنصم الونس مع الونس والتنس مع التنس. 3 plus 0 equals 3. 7 plus 3 equals 10. هنرايت 0 والكاري 1. اوكي. 1 plus 1 plus nothing. 1 plus 1 equals 2. 203 pounds. يبقى هو ده التوتال amount of the price of the JC and ذا روبكس كيوب. هو ده اجمالي المبلغ اللي انا اشتري بيه جيسي والروبكس كيوب. I have 200 pounds. Oh, it's over my budget. المبلغ ده اكبر من الميزانية اللي معايا. انا معايا كام؟ انا معايا 200 pounds only. لكن سعر جيسي والروبكس كيوب 203 is greater than 200. So I'm so sad. So we draw a sad face. Okay? Number 2. Your budget is 300 pounds. يبقى 300 pounds ده هو ده الايه؟ الميزانية الخاصة بيا. هو ده المبلغ اللي أنا أملكه. هل أنا أستطيع شراء الباسكت بول والتشيس بالمبلغ ده بال 300 pounds؟ يبقى لازم نصم البرايس الخاص بالباسكت بول بلس البرايس الخاص بالتشيس. 150 باونس بلس 100 باونس. اوكي. 150 باونس ده البرايس الخاص بالايه؟ الباسكت بول بلس 100 باونس برايس الخاص بالتشيس. هنصم الونس مع الونس والتنس مع التنس. اوكي. 0 بلس 0 ايكوالز 0. 0 بلس 5
equals 5. 1 plus 1 equals 2. 250 pounds. يبقى إجمالي المبلغ للباسكتبول وللتشيس 250 pounds. Oh, I have 300 pounds. أنا معايا 300 pounds. ده المبلغ ده أكبر من الإيه؟ من سعر الباسكتبول والتشيس. 250 less than 300 pounds. It's less than my budget. أقل من الميزانية الخاصة بيا. So I'm so happy now. So I can buy the two toys. So we draw a happy face. Number 3. Your budget is 150 pounds. Okay? يبقى هو ده الميزانية الخاصة بيا. هو ده المبلغ اللي أنا أملكه. Here we have two toys. A cute bird and a teddy bear. Can I buy them? هل أستطيع شرائهم؟ يبقى لازم نصمم البرايس الخاص بالبرد بلس البرايس الخاص بالتيدي بير. يبقى 50 بلس 85. 50 باونس اللي هو البرايس الخاص بالتيدي بير. 85 باونس هو ده البرايس الخاص بالبيرد. هنصمم الوانس مع الوانس والتنس مع التنس. يبقى 5 بلس 0 equals 5. 8 plus 5 equals 13. يبقى equals 135 pounds. هو ده المبلغ اللي أنا محتاجه عشان أشتري الإيه؟ التو تويز. طب أنا معايا كام؟ أنا معايا 150 pounds. المبلغ اللي معايا أكبر من الإيه؟ 135 pounds. So I can buy them. لذلك أنا أستطيع إيه؟ أستطيع شرائهم. 135 اللي هو 8 البيرد والتيدي بير less than 150 pounds. 135 less than my budget. So I'm so happy now. Why? I can buy them. So we draw a happy face. The last one in this lesson, number 4. Your budget is 200 pounds. الميزانية الخاصة بي 200 pounds. Here I want to buy a panda and an elephant. Can I buy them? هل أستطيع شرائهم؟ يبقى نفس الفكرة. يبقى هنصمم البرايس الخاص بالباندا plus البرايس الخاص بالإليفانت. 150 pounds plus 50 pounds. 150 pounds ده البرايس الخاص بالباندا. ال 50 pounds هو ده البرايس الخاص بالإليفانت. 150 pounds plus 50 pounds equals 200 pounds. It's equal my budget. Oh, I'm so happy now. Why? I can buy them. 200 pounds, of course, equals 200 pounds. It's equal my budget. I'm so happy now. Why? I can buy them. At the end of these lessons, I hope every students have a nice time with learning math. My advice to you, keep watching and keep learning. Our channel in YouTube is the straight line in math. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.